السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا رجع أخوك؟ لا بابا لسه ما وصل. إيه بيجي لا تأكل همه. بيكون خجلان يا عيني. أبصر شو تكون هالبنت الحرام شو حاكية معه لحتى ضربها الضرب. لك تهوم على بنات الأيام. لا عاد استهوا لا عاد خجلوا. طفيلي الماس لشو؟ هلا اول ما بتعدي بالسياره بتشيكي على المرايا بتشوفي اذا شايفه ورا منيح ولا لا. منيح؟ منيح. ثاني شيء هلا هي السياره تنقيل اوتوماتيك بسموه، مو عادي يعني، مو اول ثاني ثالث رابع، اوتوماتيك. بتحطي رجلك على الفرام وبتنقلي لعند الدي. ماشي؟ ماشي. وبعدين بتشيلي رجلك على الفرام شوي شوي وبتكبسي بنزين شوي شوي. شو؟ شوي شوي. يلا نشوف شغلي معك. برافو عليك. حطي عدي عدي. ايوه برافو. اهلين سوزان. ايه حبيبي صرتي بالمطعم؟ يلا جايك جايك جاي. خلص مشوار الطريق. يلا جايك. عدي 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 ربك بربك ماني مع البيت. لا ممتاز بالنسبة اليوم الأول ممتاز بالدنيا. خلصنا بقى هدى، خلصنا بقى. يا أختي تجوزي وبعدين اتطلقي منه. حبيبتي على القليلة خلينا نداري الفضيحة. مستحيل يا عفاف مستحيل. الموت عندي أرحم من إني شوفه بعيوني. ولك شو عم تتملكوا هدو الفنتين؟ تعالوا لهون. يو والله داخل إيه البال طالع بجسمي مثل النار. تعالوا زلوني بكي بنسى. قومي قومي خلينا نروح لعند ستك. قومي ماما في شغلة صارت اليوم. ماما ماني فاضية عندي شغل كتير وبدي لحق الغدا. ماما بس دي لك لك ولعلي إن شاء الله لك أمي عم قلك عندي شغل كتير. ماما فات بابا هو وياه وسكروا الباب وطلع كتير متضايق. مين هي؟ ما بعرف. وحدة اجت مع بابا. وحدة؟ حلوة؟ ايه حلوة. وانتي وين كنتي؟ بابا قال لي فوت على المطبخ مشان نطفو. وفتي حبيبتي؟ يعني طب هو هيك قال شو عمل؟ هو هيك قال؟ هلأ هيك فجأة ضربت النظافة معك؟ ايه؟ شو صار؟ بسرعة ولي؟ احكي لي بالتفصيل الممل شو صار. ميلين ميلين. يس مدام. glass of water. يس. انا مرحبا استاذ يارو. انا هلا وصلت على البيت. لساتك بالسياره؟ ان شاء الله خير. شو بدي اقول لك؟ قلت لك انه هذا احلى يوم بحياتي بعمري ما بنساه. يمكن احرجتك شوي قدام سوزان تماديت يعني بعتذر منك بس هيك ما قدرت خبي مشاعري. كانه مو لحالك بالسياره في حدا معك رفيقك؟ طيب ماشي شكرا كثير باي. Thank you.
هي أطيب أكلة سمك بأكلها بحياتي. والله تعرف لو كنت طولت شوي تاني لسه بمسرحيتك هذا الفيلم البنتي اللي عملته كنت قلبت الطاولة فوق راسك وراسك. شوفتيني يا فوتي. شرف. بس بيقولوا البادي أصلاً وأنت اللي بديتي. ها يعني ما كان ناقص غير تعزلة قدامي. بتعرف لو عامل هيك كنت قتلتك وقتلتها سوا. والله أنت اللي جبتيها، جبت الدب لكرمك. والله شو كيف كان بدك تأكل سمك لكان؟ لك عن جد سوزان كيف لك زبطيها؟ تخيل لو كانت فريال مو معانا شو كان صار؟ يا حبيبي كيف راح تدبريها مع حبيب القلب؟ يمكن عكينا ما هيك؟ حقك علي آسف. لك صحيح؟ ذكرتني لازم ابعت الشوفور ياخذ سياره من جنب المطعم. ايه اتصلي فيه. بابا انا طالع البيت شوي. ايه بس لا تطول الله يرضى عليك. على الحمام ورجع. ايه الحمام ورجع. ايه استناني بنروح سوا وانا بدي اوصل على البيت شوي لانه لا راي لحاق. يلا يا كريم ام صبحي. امرني ابو علي. استنيني راجع لك. جهزي المنقله. ايه تفضل ابو علي. يلا معطرتك ابو علي لا تتاخر. ها ابو علي تعال قل له. ايه نعم. روح قل له لصاحبك يلعب غير هاللعبه. ايه شو هاللعبه انت الثاني؟ هو بيعرف انه لعبي وقل له اني صاحي له انا ابو عبدو. هاي قصه الشراكه ما بتمرق علي. ايه اكيد سمعك ووصلت الرشالة. ايه بس يعني لازم تقول له وتروح تقول له هلا. ولك هذا هلا وقتك قال بيقول متى يا مستعجل واقفل لك وبدك مستعجل يعني مني. شو هذا؟ ليه ما احلاها؟ مرحبا خالو. لك هلا دي مرح الحلوه. هلا حبيبتي اشتقت لك خالو. انا بالاكثر شرفي. شو هيدا يا هويدا خالو؟ نيالك يا خالو. انا ليش صار معي هيك؟ ليش؟ والبابا شو ذنبه؟ شرف يمكن يروح فيها. عم شو عامل بحاله هلا؟ انا لازم اطلع من هون. بلا لازم اروح اتصرف. بس شو بدي اتصرف؟ والله ما بعرف. رح جن شو عمل؟ يعني خاله أكيد ما في. أبو ماهر أنا بستأذن. كمان أنت يا أم صبحي لك شو صاير لكم؟ شو بدنا نساوي؟ الكبر عبرته بنتي. إيه خاله أكيد ما في شيء. إيه خاله إيه؟ بجوز بعد ما خلص الفحص الانتصافي حب يرتاح شوي. بس معقولة ما يخبرك يعني؟ ايه معقولة. تعرفي انا مشغول دائما بالمحل والسوق. يمكن خبر امه ولا هي بتخبرني. ان شاء الله خير خالو. ماشي بس يعني انا حبيت خبرك. شكرا لك. مع السلامة. سلمي على امي. الله يسلمك. خالو زياد كان لحاله ولا معه حدا؟ ايه كان لحاله بس خالو ناصر هو اللي حجز له. ما بعرف يمكن هو ما بيعرف يحجز لحاله. ناصر؟ ليش ناصر؟ ما بعرف خاله بس هو اتصل وحجز له. أي ساعة حجز ناصر؟ من بكير يعني قبل الظهر. كنت متوقعك عم تكذب يا سيد ناصر. ماشي خاله بدك شي تاني؟ لا حبيبي لا بسلامتك. سلمي. الله يسلمك خاله باي. يلي بيكذب بيعمل اي شيء. وما عرفت ليش اتخانق هو وياها؟ لا ما بعرف.
بس هي كانت جاية لعند البابا وهو ما بده يخليها تقابله. اه وشو بدها من ابوه؟ شو قالت له؟ ما بعرف، بس يجي يسأليه. بس بالظاهر في شغلة كبيرة. ايوه الو. مرحبا ناصر. اختي انا ما شفته، مثل ما عم قلك ما شفته. ايه مره سهري لعندي وقال لي ديروا بالكم اختي هاي وحده نصابه، بعدين اللي فهمته من سهري انه عم تاخذ وتعطي معه. ديري بالك، ها ممكن تنصب عليه. ولك شو عم تحكي انت ولك ناصر؟ العمى بعيون العمى. ولك هاي وحده بدها سجن. خبرت اخوك محمود؟ ليش ما خبرته؟ طيب ماشي، هلا انا بشوف ابو ماهر بفهم منه شو صار وبرجع بخبرك اذا كان في زوم تخبره لاخوك محمود. ماشي ماشي، مع السلامه. العمى العمى على هالمصيبه. العمى العمى، لك منين طلعت لي هي؟ اي والله لاخرب بيتها. وين اخوك زياد؟ ما بعرف ماما، ما بعرف. على عمتي ان شاء الله ابصر شو صاير فيها. خلص لا تخافي عليه، لا تخافي عليه. نزار انزل وبعت لي ابوك فورا وبسرعه. يلا فرينا. ها شو هالرجال، ها شو هالقلب اللي ماله هون؟ من امتى صار له طالع؟ ساعه ساعتين. نزار كل يوم استاذ فريد بتبني بالمحل بيا، كل يوم كل يوم كل يوم. ماما بابا راح من المحل. يا الله يا الله على هالزلمة وعلى هالأعصاب اللي إله. معقول معقول ابنه واقع بهيك ورطة هو ولا على باله؟ ورطة شو ماما؟ ولك قال إنه ولا لا؟ ولك العمى العمى بجوز عيونه. العمى العمى موقعها. طيب ماما بدك شيء، أنا لازم أنزل على المحل، ما في حدا هني. اي روح وبعت لي ورا أبوك بسرعة بس يجي. يلا نشوف شلون بدنا نخلصها لهالوقعة. صرت عم سوق. ايه طبعا لحالي ولا جدبه. ايه صحيح، يعني صحيح هو اول يوم، بس عمو تيسير قال لي اني رح اتعلم بسرعه. ايه صحيح كان قاعد جنبي بس انا اللي كنت عم سوق. ايه طبعا السواقه عالم تاني مختلف تماما. انا بكره بس اتعلم السواقه رح خلي البابا يشتري لي سياره تخلي كل شوارع اللاذقيه بس سوق يحكوا بسواقتي. تفضلي، هذا هو البيت. هون عمل غرفة مكتبي، هاي غرفة القعدة، مطبخ وغرفة قعدة ثانية، وهنيك غرفة النوم والمنافع. هذا مستأجره أنا من وقت اللي جيت من فرنسا. شو رأيك فيه؟ ما هو شيء عادي بس كأنه صغير شوي، ما هيك؟ ايه صغير بس يعني شو رأيك نتجوز فيه لبين ما تخلص شقتنا؟ طيب ليش ما نستنى لحتى يخلص بيتك؟ بقي لا شو نستنى؟ مستعجل؟ كتير. هاي قفلتها معك يا يارو؟ سير نسوة؟ بس والله حلوة، حلوة حد يقعد هيك مع تنتين بيحبوه ويغاروا عليه، يقعد هيك حط رجل على رجل ويتدلل عليهم على كيفه متى. صحت مسكينة وبتزعل وواحد يحربوها، بس الظاهر رح حبك لك يا سوزان. والله رح حبك يا سوزان والله. شو بك سرحان؟ نايمة. الله ينعم عليك، يعني بتفرج عليك من فوق.
فكرك عاشق والهام دايب. سوزان حبيبتي الله يرضى عليكي، اليوم بدي تلاقي لي حل نهائي لمشكلة فريال. خلص بقى يا عروب، شو بك تبيتل هالقصة؟ خلاص حبيبتي، لأنه ما فيني. هلا البنت عن جد بتفكر حالها إنه أنا بحبها؟ إيه طيب خلص، أنا بلاقي حل الموضوع، أنت بس روقنا. عن جد أكيد؟ عن جد ضابطين. تكرم عينك أستاذ ولا يهمك، تفضل ارتاح باللوبي لبين ما أتصل لك معه. تعال معي. الساعة 9 عند جنيني. خلص ماشي. إنه أنت عم تتهربي مني مشان موضوع البقدونس والقرفة أصلاً. بصراحة؟ إيه، بس ناطرة لشوف عقلك لوين بده ياخدك. هالموت لوين يعني؟ يتجوزوا؟ عن جد أنت مستحيلة، مو معقول. ساوي ساوي. فكر كيف بدي ابدا الحديث معك، ما عم بعرف. كل شيء كان ممكن يخطر لي انه يمر معي بالحياه الا هالشغله. بابا هي وحده كذابه والله.
ما بدي اقول لك شو قدم ابوها لهدى مشان تعيش انت وانا والبلد بكرامه. ما بدي اقول لك انه المفروض هدى تكون اماني باهناتنا، نوع من الرد الجميل لابوها ولروحه ولدمه. ما بدي اقول لك انه اللي صار مع هدى جريمه، جريمه على صعيد الانسانيه وخيانه لابوها وللبلد. بابا شوف، أنا جاي أقول لك إنك تكون ولو لمرة واحدة على الأقل رجال وتاخد قرار تكون مسؤول عنه أمامي وأمام الله وأمام الشهيد والوطن. بناء على قرارك راح أخذ قراري، وقسما بالله العظيم وبكل ما أحمل من قيم ومبادئ من هاللحظة هي، إما بتكون زياد فريد أبو خليل أو زياد، واختار لنفسك اسم الأب يلي بدك إياه. اللي أنت اللي عامل هالعملة؟ أنا بابا والله ندمان، أقسم بالله العظيم ندمان. أنا بعرف إنه التصرف اللي عملته حقير وحيواني، بس صار. أنا عم بعتقر حالي. يمكن كلمة ندمان قليل كثير، بس بشرفي ما عم نام. أنا جاهز اللي بدك يا. روح ارجع لغرفتك هلا، ولا تطلع على البيت اليوم، ولا تطلع لأي مكان لحتى حاكيك، مفهوم؟ شو بدي أقول بصراحة، المبلغ كتير صغير، أنا كنت بتوقع يكون أكبر من هيك. أستاذ جهاد، نحن قصدينك بالخدمة، الأستاذ يوسف غالي علي كتير، يعني بصراحة بدي أدبرنا هالشغلة.
صعبة يا أستاذ نبيه صعبة. أنت غالي وبخدمك بعيوني، بس عن جد المبلغ كتير صغير، يعني أقل شقة على العظم 300,000 ليرة. طيب نحن رح نعطيك هلأ 150,000 والباقي منقسط لك يا تقسيط. أخي قديش فيك تدفع؟ والله يا أستاذ ما بعرف، يعني بشوف شو الله بيفتحها بوشي، ويعني 30,000 ليرة بالشهر. بس أستاذ نبيه خلص 30,000 ليرة. 30؟ يعني دبرنا يا معيدك. بس هيك رح يزيد المبلغ ها؟ معلش بس مو كتير. معلش يا أخي معلش، خلاص موافق أنا. تعرف يا أستاذ نبيه هاي لغيرك ما بتصير، أنا زلمي بشتغل وبيع فورا نقدي، يعني ما بموت مصاري أبدا. يا سيدي كتر خيرك وإن شاء الله هيك الله يقدرنا على مكافاتك، بتجي الفرصة المناسبة أنا بعرف كيف أعوضك يا رب. الله يبارك فيك يا أستاذ ويفتح بوشك، وكيف ما قدرت وشك هيك الله يرزقك ويخليك أولادك ويعطيك ألف عافية. تكرم عينك أستاذ نبيل. الحمد لله يا بنيتي، خليها ترتاح ولي على أمتي. ارتاحي انت تيتي. مرحبا. أهلين عمو. طمنيني شو صار معي؟ والله يا عمو لهلأ ما قدرت أقنعها. تفضل عمو تفضل. شكرا. وين هلأ؟ بقدر أحكي معها؟ هلأ هي نايمة مسكينة، ما عم تقدر تنام أبدا. طيب أنا رح أروح هلأ، بكرة برجع بشوف شو صار معي. حاولي تقنعي. موضوع كتير صعب عليها يا عمو. بعرف يا بنتي بعرف، الله يقومها خاطري. تفضل عمو على القليل فنجان قهوة، مو حلوة هيك تروح من دون ما تشرب شي. معلش حبيبتي معلش معلش، سلميلي على الختيارة وعلى هدى. خاطري. مع السلامة. مين هاد اللي اجى لك بنتي؟ عمو ابو ماهر. مين هاد ابو ماهر يا مو؟ اللي اجى وطلب ايد هدى لابنه، جاي يشوف شو صار معنا. بس كانه مستعجل ما هيك؟ حسيت انه طيب. كل الناس هيك بيقولوا عنه. ايه طيب لك ليش ما عم تقبل هالمقصوفة الرقبة؟ ان شاء الله تيتي ان شاء الله رح تقبل، اكيد رح تقبل. لك بنتي الله يرضى عليكي، وعيه تقبريني، ما حدا دايم لها. والله انا مالي دايمت لها كل العمر، بدي اطمن عليها. بعيد الشر عن قلبك تيتي، الله يعطيكي طولة العمر، نحن شو نسوى بلاكي. يعني والله ما بعرف يا استاذ نبيه، طابق ثالث ويعني 300 غالي مو غالي شوي. يوسف لازم تبوس ايدك وش وقفها، الزلمة كان متعزز كتير رح تبعنا. ولك مزبوط مزبوط، والله لو ما أنت يعني يمكن بحياتي ما بحلم فيه. صح الحكي كان متعزز، بس الشقق صايرة نار، لازم تحط ببالك قديش غالية. بس هو يعني أنا اللي هيك يعني وقفت عنده، وليش يعني بهالوصل الأماني؟ والله خوفني. أخي يوسف هذا الرجال لازم يضمن حقه، كيف بده يضمنه غير بهالطريقة؟ مزبوط كلامك مزبوط، بس يعني أنا قصدي إنه يعني سجل المبلغ البقيان، ليش 1,000,000 ليرة؟ يعني كان 1,000,000 ليرة ولا بعشر ورقات؟ الزلمة هيك بيعمل مثل كل التجار، بتعطيه مصرياته بيعطيك وصل الأمانة وخلصت. يعني أستاذ نبيه قصدك عادي ما فيها شي؟ ما طبعا عادي. معقول أنا غشك يا يوسف؟ لا يا زلمة أعوذ بالله، أصلا أنا هذا الجميل بعوني وبنسى لك يا. طيب قوم هلأ وصلني ورجع خد العقد وفرح مرتك فيه. يلا قوم. ماشي، بس أول شي شو رأيك نقعد نتغدى بعدين منروح؟ شو عاملي غدا اليوم؟ يعني ما في شي من واجبك وقيمتك، شوية مقالة
وصيادية وسلطة بازرقان مع كاسة عرق. يا عيني. ولك عزيزي. وهي 10,000 ليرة. استاهلن. يسلم. لك تاريكي بالمصلحة ولا لازم تشتغل معي؟ من بعضي ما عندكم يا أستاذ. تعرف اليوسف مسكين أكل الطعم ودفع 100,000 ليرة زيادة. دخيلك شو ورتان عن أبوه ولا تكون نسيان إنه إحنا حطيناه بلجنة المشتريات؟ ماني نسيان، بس اللي ما قادر أفهمه هو حضرتك ليش حطه ببالك؟ بعدين بتعرف. الظاهر رسماله علي أكثر من هيك. لسه ما شفت شيء؟ يا لطيف. الله يعينه اللي راح يوقع بين يديك يا أستاذ جهاد. بس بدي مساعدتك وما بنساك. أنت أمرني وأنا من إيدك هاي لإيدك هاي. بدي إياك هلأ هيك تجبلي يا شوي، يعني يستطعم منيح. ولا يهمك، هذا اللي راح يصير. بس اللي بدي أعرفه شو مشانه وصل الأمانة؟ لا لا لا، هاد بده شغل كتير، بس بعدين كل شيء بوقته حلو. الله يعينك يا يوسف على الوقعة. خي فريد، أنا اشتريت بيتها. مبروك. وبمنطقة شو؟ علي ما علي بتطير دبنات العقل. يوسف اصحى، نحنا مولاد هاللعبة. أنا خايف عليك. الله يرضى عليك اصحى. خي ما تخاف ما تخاف، علي ما علي دار بالي. مفتح عيوني هيك يعني كيف بدي اخلق مثل الصقر. منيحة؟ ايه ان شاء الله خير. استاذ فريد، ناقصنا كتير اغراض بالمحل، بدي جيبه من المستودع. خذ هاي مفتاح المستودع، جيب اللي بدك اياه. خي فريد، ان شاء الله الف مبروك المستودع. امتى اشتريته؟ الله يبارك فيك. اجار والله يا خي مو شري. أجار عادي، والمشكلة شوي شوي إن شاء الله بتشتري. والله بتستاهل أنت سيدي. الحمد لله هيك ماشي الحال. ما فيني يا عبدو، بدي أوقف عند حده. لك ربك، لا خليه شو بناه، شو بدك فيه؟ أنت ابن عمك يشتغل عنده وخلصنا. تعال معي. تعال معي. تعال معي. خليل بركو، ليش ما بتعطي أجرته؟ مو عيب عليك، عم يشتغل عندك مثل الحمار، ليش عم تستغله؟ خليل تعال هون، فوت على المحل. اخي لا بدي فوت ولا بدي اطلع، يا بتعطي اجرته يا بيترك الشغل. بس الاستاذ فريد عم يعطيني اجرتي. شو؟ وليش عم تكذب علي ولا؟ ما عم بكذب، بس انا خفت لك انه عم يعطيني اجرتي تقوم تاخذه. عم تكذب علي ولا؟ امشي قدامي على البيت. ما رح اروح. بدك تروح ولا؟ بدك تروح ولا ما بتلا فيك؟ ما بدي اروح. ما بدي اروح. لا لا يا استاذ فريد، اتركوا لانه اجيت والله جابك. هذا ما بيجي الا بالصرمه. قولي 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 على كان عازمني على الغداء. هلا وقتك فريال، ولك تعي تعي اسمعي هالمصيبه اللي نحن واقعين فيها. قولي على قامتي. مصيبه شو؟ دلع، فوتي على غرفتك ماما. يا علينا، لسه روحي على غرفتك، روحي على غرفتك. شو كل واحد بيقلعني على غرفتي؟ شو انا صغيره يعني؟ دلع، اطلعي من راسي هلا ها، وروحي على غرفتك وسكري الباب. خلص روحي. كل ماري خالته حبيبه قلبي انتي. سكري الباب وسكري الباب. ايش انا بنت بطاصوله يعني؟ والله ما حكيتها ما حكيتها، هي هجمت علي. من شلونك هجمت علي؟ اي والله، بس لو ما كانت احرمها يا عبدو شو كنت سويت يعني؟ لو ما كانت احرمي كنت كسرت المحل فوق راسها. اي والله معك حق. اي والله، لانه هذا محل اللي خلفك هذا. نزار بابا، ماما بدها اياك. بعدين بابا بعدين، روح هلا.
هو؟ ولي شو ها؟ معقول في بنات بهالقوة؟ لك أختي هي مو قوة، هي اسمها وقاحة. إيه العمى على هالوقاحة. مزبوط أختي، احكي مع أخوك محمود خليه يربيها. إيه مثل ما عملك، هي البنت بدها ترباية. أو شو رأيك بحكي لك مع سوزان؟ لا لا دخيلة، كل شيء إلا سوزان، ما بنا فضايح. إيه بس نحنا ما لازم نسكت. بعدين لا تنسي هي الشغلة ممكن تأثر على سمعة أخي محمود. إيه والله ليسمع ليجن جنونه. طولي بالك، قولك أختي طولي بالك، بس لحتى أشوف أبو ماهر وأخذ رأيه. يا حبيبتي يا أحلام، صاري أبو ماهر زلمة آدمي وطيب، مو خرجه هيك شغلة. أنا رح أحكي مع أخي محمود، خلينا نخرج من القصة. يا الله طولي بالك شوي، لك طولي بالك بس لحتى أشوف أبو ماهر. يا الله ومن أبو ماهر؟ معكم كأنه مو أخو. يا أمي لك يا أمي فضحتين قدام الجيران. يا أمي فوتي معي، والله ما في شيء، ما حدا رح يقتله. آه بدي فوت بس غيرت يا ابنك. أنا حافية حافية. بدي روح شوفه إذا كان عمل منيح بالفحص مبارح. لك ما درس ما درس مبارح. لك يا أمي الله يخليك، أنا باخدك بس لو فوت غيرت يا أبي. آه بدي هاتي بوسمتك. الله يوفقك. كمان 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 يلا لا تخافي علي يا أمي، لا تخافي بنو أمر الشقي بقي. لك يا أمي أنا مبارح شفته بعيني كيف ميت له. أنت لو عم تشوف التلفزيون كنت صدقتني. مبارح رئيس أمريكا ما هدد سوريا، فكرني شو يعني ها؟ طفنيس يا أمي. لك ما بيطلع بإيده شيء، انت خليه يجي لهون وشوفي شو بعمل فيه. عيني انت فيك عليه ولو شو. ما بتعرفي ابنك يا ام فريهي؟ انا اللي بعرفك يا امي. يا اللي بشوفها هلا ما بيقول هي هي قبل ما تجي لعندك. شوية لك عريسي عريسي يا عزيزي، عريسي يا بدني اللي طالعه. عجبتك؟ عجبتيني. تفضلي، واحلى بيت بكل الناس. طيب عيني الله بيك. من سجلت باسمي؟ شو كنت مفكرتك بتحبني. ولك مجنونه، معقول ما بحبك؟ ولك بموت فيك، ولك بموت بربك. انا البيت جاي باسمك. وليش بيت؟ قصر، احلى قصر العزيزي. لك عيني ايه قصر وفها بيت ماي. شو هو القصر بيت ماي؟ لك العمى في عيونك يا البقلي، لك العمى في عيونك. روحي قطع عمرك قطع. مش عشانك امي. حلوين التياب؟ حلوين كتير. تسلمي على هالشبوبية. دير بالك على شغلك امي. انا ما بصير شغلك غير بالليل. ابي شغله بالليل على البار بالديسكو، شغله خفيفه نظيفه ما حدا بيضايقه. يلا بدكم شي؟ لا امي سلامتك، الله يوفقك ويفتح كل باب مسكر بوشك. يلا بخاطركم. بخاطرك اختي، مع السلامه. شو القصة اليوم فتح لي ورشات بالبيت؟ تمام؟ شو رأيك اليوم تروحي تزوري أمك؟ إلك زمان ما زرتيها، خدي ما راح تروحي تزوريها اليوم. يلا شو الحكاية؟ والله ما عم صدق. أنت شو حكايتك اليوم؟ بتلاقيه عم بيأردفنا، مو محبة بستي. عن جد انت ذكيه يا مرا، اليوم جايين ضيوف وحابب اقعد انا وياهم لحالنا. ومين هن هالضيوف اللي بدك تقلعنا مشانه؟ لك ليش تفهمي هيك يا ام تمام؟ ما بدي اقلعكم، بس انا حابب يعني اقعد انا وياهم لحالنا، وهدول الضيوف ما بدي يعرفوكم او يشوفوكم. مين بده يضيفهم؟ انا بضيفهم. انا خلص امي اتركيه على راحته، اصلا انا كثير مشتاقه لخالتي ام ايمن وحلا. يعني طالعتني كذاب بزمتي انت واحد خروق، شلون دري انك انت هون؟ شلون؟ ما بعرف يا اخي ما بعرف. ما بتعرف؟
لك زياد لا تكون متصل على البيت ونسيان، تذكر. ناصر روح واتركني يا اخي، ماني متحمل حدا راس رح ينفجر اذا بتجي بتزن على راسي. ناصر ليك خاف لانه بلعب دحل انا وياك. ماشي انا المبسوط اني اقنعت ابوك وجاي خبرك، طلعت فاضحنا قدامه. مستحيل كان فيني كذب عليه، انت لو شفت حالته يعني ما ترك لي اي مجال انه اكذب عليه. حكى كلام كتير كبير، هزني من جوا هز اشعر لي بدني. بالله شو اشعر بدنك؟ اصلا نحن هون لانه اشعر بدنك. المهم شو ناوي حضرته يعمل؟ ما بعرف، تركني ومشي وما عاد حكي ولا كلمه بالموضوع، بس قال لي ابقى هون بالاوتيل لحتى يتصل فيه. ليش يا اخي؟ ما بعرف ما بعرف، لا تسالني ولا سؤال رح جن انا.